السلام عليكم. للأسف الشديد اليوم حنبقى على المجبري مرة أخرى متواجد على دكة الاحتياط مع فريق مانشستر يونايتد الهزم هدفين لهدف أمام نوتنغهام. الحمد لله أنه المقابلة اليوم هي المقابلة الأخيرة وندخلوا في 2024 باش ندخلوا في الميركاتو الشتوي، وبحول الله حنبقى في الأيام القليلة القادمة باش نشوفوها بمريول جديد وباش نشوفوه يلعب على أرضية الميدان. لذا يلزمنا نحكيه على حنبقى اللي بكلهم لقاو الفرصة باش يشوهوا له الصورة متاعه مع الجماهير التونسية. ها ولا ملاعبي خاين، ها ولا ملاعبي وقت اللي يستحقوا المنتخب التونسي ملقاش، واللي هو مشهر التالي يحكيوا انه اللاعب هذا ما عندوش مكان في المنتخب التونسي. يعني لو كان حنا بعل قال خضرة يقولوا حمرة، يقول حمرة يقول خضرة اللي او يقولوا خضرة. لذا حنا بعل المجبري للأسف الشديد ما عندوش حظ مع المنظومة متاع الفساد الإعلامي اللي مصالح الشخصية متاعهم قبل مصلحة المنتخب التونسي. على سبيل المثال البارح اسمه خالد القربي احكي على حنا باعتي مو حكيت عليه الناس الكل تلكلكوا فيها. علاش تعاود تحكي عليه؟ وقلت عندي عام وانا نحكي تي ما نسمعناك يا خويا كلامك صحيح، علاش تلكلك وتعاود وقلتها عندي 100 مره؟ خلينا ساعه نسمعه وبعد باش يجاوبوا حنا بال بطريقته الخاصه. وحاجة أخرى أنا ديما نعاودها عندي توا عام ونعاودها اللي هو راهو المنتخب ماهوش على كارت. بالنسبة لي أنا البروباغندا اللي صارت على حنا بعل المجبري والهيلمانات والقاوق وكونفيرونس دو بريس ومانشستر، تعرف مش قاعد يلعبوا في مانشستر وماهوش باش يخليهم. أنا نعطيك من الآخر ماهوش باش يخليهم. أنا الجي اسمعوا بطريقة الكلام راهو قمة متاع بغض. تسمعوا كيفاش عمار الجمل يحكي عليه وليد الهيشري نخليه على جنب، وليد الهيشري يحكي كور ما نحكيش على وليد، لكن كي تسمع عمار الجمل كيفاش يحكي عليه قمة متاع البغض، وكي تسمع كيف خالد القربي كيفاش يحكي عليه. اسمعوا ركزوا في الكلام مليح، طريقة الكلام ماهوش باش يخليهم. أنا نعطيك من الآخر ماهوش باش يخليهم. أنا الجي ليه والناخب الوطني يجي يقول لك قاعد نستنى فيه حتكشي نص الليل؟ علاش نستنى فيه؟ ما هو مش باش يخليه وين باش يمشي مثلا نحن نحبونا تشوف له جمعية انت في الناسيونال بي متاع تونس، تشوف له انت منعرفش جمعية طالعة متروا طالعة لدو متروا طالعة لدو، تشوف له خلي يجي كور. ما هو مش باش يخليه. حسسني كي باش يخرج من مانشستر ما نعرفش وين ماشي يعني سبورتينغ بنعروس. والله كي جا عنا كزافي ولا بيلو تنكون معاك، تقعد انت تعيط وتقعد تستنى فيه نص الليل ولا يجيك الكوب دي موند وما يجيكش؟ لا خاطر كان موجود في القائمه هو تلبى انه ما يكونش في القائمه اللي دار خاصه. انا بالنسبه لي انا كجيت انا معاهم ما عادش نعيط له جمل، مش ماكش عامل مزيان على تونس معلم، راه مش كي تعمل انت لي باج في بينا راهو سامعين. هو عامل دي باج سبونسوريزي وشددني انا وشدد عمار وشدد تراشكون، نقول له خويا راه ما نخاف من حتى حد. انا بالنسبه لي انا والله اللي نعرف انت قلت شددني انا وشاد عمار، لا مره في حياتي سمعت حنا باع المجبري يحكي عليه. ما يعرفكمش من اصله، ما يعرفكمش باش يحكي عليكم وشادكم. انتوما اللي مركزين معاه السيد يا اخي، هو مركز معاهم قالوا شددني انا وشاد عمار والله لا نخاف من حتى حد. الاجابه متاع حنا باع المجبري اجابه خويا مذخمه برش. ما قال لك يلعب في درجين ويلعب، مش قاعد يلعب في مانشستر يونايتد يا خويا. ثم حاجتين، يا اما جيب الملعبيه اللي تشوف فيهم انت كخالد القربي ملعبيه وهزهم المانشستر يونايتد كان قادرين يلعبوا العشر متاع الوقت اللي قاعد يلعب فيه حنا بعل المجبري، ولا ثم خويا بروبوزيسيون اخرى انه حنا بعل المجبري يطيح في المستوى متاعو ويجي مثلا يلعب في بطوله قطر، يجي يلعب في بطوله الكويت، يجي يلعب لك في 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 بطوله البحرين ولا في البطوله التونسيه. تو كل مقابله تلقى حنا باع المجبري متواجد في التشكيله الاساسيه ويسجل ويقدم في التمريرات الحاسمه. يا معلم رانا نحكيه على مانشستر يونايتد. خالد القربي طب نعطيك نقطه نختموا بها قبل ما نرجعوا لحنا باع ونحكيه في الصحيح. الله يرحمه نسيت الاسم نتاعو، المدرب السابق المغيربي احمد المغيربي، قال لك مره شديت مدرب للبقلاوه، شديت مدرب للبقلاوه جيت نشوف دخلت من هنا ثم ملاعبي ما عجبنيش ثم ملاعبي. على فكره راه خالد القربي دربت انا وياه عند سي عز الدين بزاح الله يرحمه في فريق النخبه، يعني نقولوا احنا الاسبوار.
متوسطه أقل بارشة من متوسط. ما تشوفش الهيلة الإعلامية اللي صارت له وتشوف فيه ملاعب يتكلي ويعمل ثم شيء راو ككرة والله العظيم ما ثم حتى شيء يقارن في روحه بحنا باع المجبري. خلوا ولي ريت انتم تطلعوا أنا نزيد نطلع انتم تهاجموا العبدوا لله كيف كيف نزيد نهاجم. نرجعوا للمغيربي. الغيربي قال لك الملاعب جيت نشوف فيه متوسط، جيت نشوف الحكاية متواجد مع فريق الأكابر نلقى بودة في 4 ملايين في الحد الرياضي المغيربي، راه حكاية راه مش في التراكن، في الحد الرياضي جاي يشوف شكون يلقى سي خالد القربي بوه دافع عليه 4 ملايين باش يكون موجودة في فريق الأكابر، وبعد يجي يحكي على حنا بعل ويقول لك الملاعبي هذا ما نستعرفش به ملاعبي. الحمد لله جيت منك انك منك انت انك ما تستعرفش بهم لاعبي. الحمد لله ما جيتش من طارق ذياب، الحمد لله ما جيتش من حاتم الترابلسي، الحمد لله ما جيتش من خالد بدره، ما جيتش من زياد الجزيري، ما جيتش من الدماده مصحاح نتاع المنتخب التونسي. جيو حاليا للصحيح، كما نعرفوا حاليا ثم مفاوضات بين اداره مانشستر يونايتد ووكيل اعمال اللاعب باش يجددوا له العقد نتاعو، مش بعام يا سي خالد، ده ب5 سنين. نحكيه على 5 سنين إمكانية تجديد حنا بعل المجبري للعقد نتاعو. شقول لي مانشستر يونايتد وفريق أصبح متواضع الموسم الحالي، ثم ناس جديدة داخل المانشستر يونايتد وباش تجدد الفريق، وعندهم بالنسبة لهم حنا بعل المجبري من مستقبل الفريق. كيف كيف نعرفوا مؤخرا أنه ثم 3 أندية ترغب في خدمات المجبري على سبيل الإعارة. نحكيه على إشبيليا الإسباني، نحكيه على أولمبيك ليون الفرنسي، وفرايبورغ الألماني. اليوم دخلوا زوزة أندية جديدة من الدوري الإنجليزي من البريمير ليج، وهنا نحكيه على فولهام صاحب المرتبة 14، وكيف كيف نحكيه على لوتن تاون صاحب المرتبة 18. شخصيا نتمنى لو كان حنا بعل باش ينتقل للدوري الإسباني، لأنه دوري نوعا ما هذا حنا بعل قادر أنه باش يلقى روحه فيه، أما أنه ينتقل لفرايبورغ حتى الدوري الألماني مش خايب، لكن أنه ينتقل الفريق ليون الفرنسي أكبر غلطة يقوم بها حنا بعل المجبري. كيف كيف الدوري الإنجليزي قادر حنا بعل باش ينتقل ويتحسن ان المستوى نتاعو الفريق فولهام او لوتن تاون، لكن شخصيا نحبذ حنا بعد يا اما ينتقل الفريق اشبيليا على شرط انه اداره مانشستر يونايتد تفرض على اداره اشبيليا انه اللاعب في كل مقابله اقل قليل يلعب وقت معين، نصف ساعه يلعب شوط هذا اقل قليل. كيف كيف فريق فرايبورغ اداره مانشستر يونايتد تفرض عليهم بحول الله المستقبل باش يكون خير الحنا بعل المجبري، والمستوى نتاعو باش يتطور باش يرجع أقوى للمنتخب التونسي اللي قالوا عليها الخان المنتخب التونسي. يعني وقت اللي ملاعب بعمره 19 سنة ومرات حتى مقابلة في أدغال إفريقيا قالك سي عمار جمال حنا بعل ما حبش يمشي على خطر الدنيا سخونة في الكوت ديفوار، باش نعرف وين وصلت بهم قيمة الكرة للاعب، منين جايتهم هالكرة هذا منيش عارف. على كل حال في ختام الحلقة كالعادة البياري ما تبقى كبش يقولكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية في الدوري التونسي. تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.